الرحمن الرحيم. معكم جهد فايزة من الجزائر، عضو جديد في يوزر جروب أجريا. أتقدم لكم باقتراح مشروع جديد وهو ويكيبيديا فور كيدز، ويكيبيديا للصغار. وباعتبار أن المشروع أساسه الطفل ومصلحة الطفل وتغذية الأطفال والوصول بهم إلى أبعد ما يكون، هناك في اتفاقية الأمم المتحدة المادة 13-1، المادة 13-1 تقول بأنه يجب أن يكون للطفل حرية التعبير، ويشمل هذا حريته في البحث والتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع أنواعها دون اعتبار للحدود، سواء بالقول أو بالكتابة أو في مطبوعات أو في قالب فني أو بأي وسائل إعلام يختارها الطفل، وتكون تجلب انتباهه واهتمامه للتعامل معها، لأن جلب اهتمام الطفل هو أكبر أو أجود طريقة لدفعه على البحث والتحري والحصول على المعرفة. مشروع ويكي للصغار، كيف أتت هذه الفكرة؟ لماذا فكرنا في وضع ويكي كيدز؟ أتى التفكير في هذا المشروع في إطار منح الطفل مجال المناسب لأخذ المعرفة في قالب ملائم للأطفال، لأن الطفل باحث أو مستخدم خاص والتعامل معه يكون بطريقة خاصة عن بقية المستخدمين الآخرين، مساعدته على الدراسة وكذلك التجنيب متاهة البحث في الإنترنت ومخاطر البحث في الإنترنت التي كثير من الآباء يهتمون بهذه المشكلة. يمكن اعتبارها مشكلة بالنسبة لكثير من الآباء أن يترك ابنه يبحث في الإنترنت، وكيف ويفكر دائما كيف يجنبه المخاطر التي يمكن أن يصل إليها من خلال استخدام هذه الطريقة التي لها دائما سلبيات كما لها إيجابيات. حتى وإن كان الطفل لا يمكنه التصفح كما قال الأخ في المداخلة السابقة من مصر، قال هناك بعض الأطفال 4 سنوات 6 سنوات لا يمكنهم التصفح، ولكن تجد أطفال لديهم اهتمامات في هذه الشريحة العمرية. نحن نريد من الآباء أن يساعدوا الأبناء على التصفح، مساعدتهم لكي يكتشفوا هذه الوسيلة، ماذا إيجابياتها، ماذا يمكن أن تقدم لهم لكي يكونوا أحسن مستخدمين لهذه الوسيلة بأفضل طريقة. فكل بداية يجب أن يكون للآباء رقابة مع البداية، وهنا دور الآباء خاصة من 4 سنوات 6 سنوات يكون عندهم دور كبير. ويكيبيديا هي موسوعة والمشاركين في ويكيبيديا هم محررين. من خلال دراستنا لنوعية المقالات فإن ويكيبيديا يشارك فيها كل الشرائح، كل الأجناس والأديان. المتصفحين في الموسوعة ليس هناك إحصائيات دقيقة حول سن المتصفحين، لأن ميديا ويكي لا يطلب من المسجلين سنهم، وبحسب رأيي من أجل أن تكون هناك إحصائيات دقيقة نتمنى أن يكون إدراج السن لنعرف نوعية الاهتمامات بالنسبة لكل شريحة. حسب رأينا هناك الكثير من طرح السؤال ما هي هذه الشريحة التي نتكلم عنها؟ حسب اعتبارنا ورؤيتنا ولكم حق التدخل وكذلك وإبداء رأيكم في المناقشة، رأينا بأن تحديد الشريحة سيكون ما بين 4 سنوات و16 سنة. ومحتوى الويكيبيديا أو محتوى المشروع فوركيدز، محتوى المشروع يجب أن يكون مفضل، أي مختار بطريقة دقيقة، يجب أن يكون مختصر لأن الأطفال كما لاحظتم لا يستطيعون البقاء في مكان واحد لمدة طويلة، ولاحظتم هذا أظن في المؤتمر. ويجب أن يكون مؤثرا بشكل يستصيبه الطفل الصغير، يجذبه، لا يجب أن يكون سيمبل، يجب أن يحتوي على ألوان، على الديسا التي تجلب الأطفال وتجلب اهتمامه لكي يتحرى لكي يعرف ما وراء هذا الشيء. حسب رأيكم هل ويكيبيديا الحالية تصلح للصغار؟ نرى بأن ويكيبيديا الحالية لا تصلح لشريحة الصغار ولا لمن يريد تعلم لغة كالعربية مثلا. لماذا؟ لأن مقالاتها مطولة، أغلبية المقالات مطولة، قد تكون أحيانا معقدة، مقالاتها لا تحتوي على صور
للصغار، لأن الصغار يهتمون بالألوان بالأشكال. أكثر شيء يجذب الأطفال هو الألوان والأشكال. ماذا يحتاجون الأطفال في ويكيبيديا كمشروع مثلا كويكي كيدز؟ يحتاج الصغار في ويكيبيديا مثلا مشروع ويكي كيدز إلى مقالات تكون مختصرة بأسلوب سهل وسلس بصورة جميلة مبسطة. المقالات الموجودة في ويكيبيديا قد لا تكون كلها صالحة لكي يتم استعمالها في مشروع ويكي فور كيدز. هل نسمح حسب رأيكم للصغار بالتحرير أم فقط بالتصفح؟ وهذه نقاط كذلك نتمنى مناقشتها لأننا نود معرفة رأيكم وأن تفيدونا ونفيدكم. المقالات في ويكيبيديا للصغار لن تكون مستقرة وليست ثابتة وحتما تتغير بمرور الوقت، وسنحتاج لتحديد سياسة. وهذه النقطة يجب إذا تم إطلاق هذا المشروع يجب أن نركز عليها ودراستها بطريقة دقيقة. يجب تحديد سياسة لعملية تحرير الأطفال الصغار، ومن هي فرصة التحرير حسب رأيي؟ حسب رأيي شخصي يجب أن نمنحهم فرصة التحرير ولكن برقابة. شكل الموسوعة، هذا أمر مهم جدا خاصة في مشروع كويكيبيديا فور كيدز. شكل المقالات يجب أن يكون مختصر، يجب أن تكون تركيز على شكل الصفحة الرئيسية، يجب أن يكون جذاب، يجذب الطفل للبحث، يجذب الطفل للتحري لمعرفة ما تحتويه هذه الموسوعة. يجب أن يحتوي على الألوان وكذلك الأشكال لجذب الأطفال واهتمامهم. حجم نوع الخط يجب أن يكون واضح لكي يسهل على الأطفال التحري، لكي يسهل عليهم عملية البحث. الوضوح يجب أن يكون واضح وكذلك سهل الخط. المشاريع المختلفة، الفكرة يمكن أن نجدها في بعض المشاريع، يمكن تكون بأسلوب آخر في بعض المشاريع التي يكون داخل ويكيبيديا أو خارج ويكيبيديا. داخل ويكيبيديا نجد The Simple English، but The Simple English هو موجه للأشخاص الذين يتعلمون يريدون تعلم اللغة الإنجليزية، حيث يتم اقتراح عليه تقديم لهم اللغة بطريقة بسيطة وسهلة لمبتدئين في الإنجليزية، وهو موجه كذلك للأطفال. بدرسة الإنجليش لا يحتوي على كل ما يهتم به الطفل، ونحن نريد موقع يحتوي على كل، ليس فقط تعلم اللغة بطريقة سهلة أي لغة سواء الإنجليزية أو العربية، ولكن كل ما يهتم به الطفل. كذلك المشاريع خارج ويكيبيديا نجد الموسوعة الفرنسية فيكيديا التي هي موسوعة موجهة للأطفال، الشريحة العمرية محددة في الموسوعة الفرنسية أونسيكلوبيدي في الإنفرنش ما بين 8 إلى 13 سنة. ملاحظة هنا بأن فيكيديا تأخذ مقالاتها من ويكيبيديا وتقوم بأسلوبها بطريقة سهلة ومبسطة وتعد صياغتها وتقوم بتقديمها للأطفال في فيكيديا بأسلوب سهل. ملاحظة أنها تأخذ المقالات وتعيد صياغتها من ويكيبيديا، لا سورسي ويكيبيديا، وتقوم بتقديمها بأسلوب سهل للأطفال في فيكيبيديا الموسوعة الفرنسية. الشريحة العمرية عندهم محددة ما بين 8 إلى 13 سنة. إطلاق المشروع، المشروع ممكن جدا إطلاقه بنسخة عربية في الحاضرة وسيكون سابقا. ولأي أحد أي اقتراحات أو إضافات التواصل معنا من أجل تقديم المشروع في أحسن صورة. We can be the best. This is the objective of the project. We can be the best. من بين الأهداف نتمنى أن يكون هذا شعار المشروع والتي تمثل أحد الأهداف السامية لمشروع ويكي للصغار. من بين أهم أهدافي والتي أعتبر أنا بالنسبة لي، نريد أن نخلق مجتمع آخر، مجتمع يتمتع بأن يتخلص من فكرة السلبية والإيمان بالقدرة على التغيير، صناعة جيل جديد من المستخدمين New Generation Wikipedia. ماذا تتخيلون أن يقدم هذا الجيل من المستخدمين لويكيبيديا بعد 5 أو 6 سنوات؟
صورة لكل المساهمين من كل الدول العربية، وأنا أؤمن باتحاد ما بين الدول خاصة العربية لتقديم أحسن شيء. العمل مع بعض كي نعملوا مع بعض نقدموا أحسن حاجة. أي واحد يقدم إضافة تكون مساهمة، تكون عندها قيمة، تقدر تقدمنا للأمام. شكرا. شكرا فايزة. نبدأ بطرح الأسئلة. أول شيء يعطيك العافية على الحماس والإيجابية اللي كانت واضحة في البرزنتيشن. الفكرة قد تكون يعني مقبولة نوعا ما، أن يكون أطفال يتعلموا من هم صغار كيف يحللوا ويكيبيديا، بس في مشاكل ثانية. يعني على سبيل المثال أنه الأطفال شريحة حساسة، يعني الأدلتس حتى لو كان في محتويات خطأ أو هجومية أو حاجة ثانية وبقيت فترة من الوقت، صح أنه شيء مو مقبول، لكن على الأقل يعني الموضوع بين أدلتس غالبا، بس الأطفال أي خطأ أي موضوع في أي مشاكل راح يكون سيء بالنسبة لهذه الشريحة العمرية، وهذا الشيء راح يحتم إنه يكون في رقابة أكثر، وهذا الصفة من صفات المشاريع الويكي. فما أدري كيف إن إحنا ممكن إن إحنا نستفيد أو نأخذ الإيجابيات الموجودة في المشروع هذا، وبرضه نفكر مو هذا مو ما تعتبر سلبية، لكن نفكر كيف إن إحنا ممكن نتغلب على المشاكل الثانية اللي ممكن جينا من وراء مشاريع زي هذه مخصصة لشريحة عمرية، ونفهم المشاكل المتعلقة بهذه الشريحة بشكل خاص. شكرا جزيلا. اوكي، انت قلت لي بلي كاين مشاكل او هذه الشريحه حساسه. احنا فكرنا في هذا المشروع لان هذه الشريحه حساسه. اذا ابنك او الطفل يقوم بالبحث في ويكي كيدز يسيب كل ما يحتاج، يكون مفلتر معناتها المقالات اللي غادي تكون تنحط غادي تكون مدروسه، غادي تكون يمثل طريقة حماية، طريقة رقابة، إنه تعطي ولدك عوض ما إنه عوض إنه يروح للإنترنت، الإنترنت فضاء واسع، تكنولوجيا جيدة، ولكن اللي ما يعرفش يستعملها بطريقة صحيحة غادي يروح في طريق خطأ. لهذا الأطفال الطفل يستقبل أي شيء يستقبله، ممكن يديه في طريق صح ممكن الخطأ. إذا اقترحنا ويكي كيدز كي يكون الطفل في ويكي في هذا البرنامج يبحث بطريقة آمنة، لأنه ما غاديش يروح لمكان آخر، ما غاديش يحتاج رقابة أكثر. خاصه الابن خاصه بحث، خاصه فكرة، خاصه حاجة يطورها، نسيو نوفر له كل ما يحتاج بدون اللجوء إلى وفيها خاصة في الشريحة العمرية ما بين 4 سنوات حتى 12 سنة. انه دراسه لكل المقالات، التحرير ما يكون بطريقه عشوائيه. في اعتقاد الشخصي مثل فكره ويكيبيديا لازم يكون في ادمنز ولازم يكون في لايرز اوف رولز. نعم مش أطفال لازم يكون في adults. يا جماعة في ويكيبيديا أطفال ليش لا تكون عاملين في مشروع مثل هذا؟ وجه الأطفال فقط. كاثرين قالت لي إنه في adults. أوكي لازم يكون معي في عمره 15 سنة. يعني بالعكس يعني أنت الشخص على ما تعرفه، إذا كان معروف الشخص على استعمال ويكيبيديا أحسن من تعرفه على استعمال فيسبوك أو تويتر أو الأكونت اللي يكون عامل أكونت في مشروع من مشاريع ويكيبيديا أحسن من إنه عامل أكونت في فيسبوك. هذا سيساعده على استعمال مشاريع ويكيبيديا. هناك سؤال آخر تفضل.
انه اي مشاريع خارج المشروع ويكيبيديا العربيه راح تضعف مشروع ويكيبيديا العربيه. يعني احنا ويكيبيديا العربيه ضعيفه بالاصل، فما بالك لما يكون في مشاريع جانبيه جانب ويكيبيديا العربيه زي ويكيبيديا كيدز وغيره، اكيد راح تضعف ويكيبيديا العربيه. فانت برايك يعني هسه لما يكون في محررين كبار في كيدز اكيد راح لو انهم يعطوا مجهودهم بالويكي العربيه ويحسنوا الويكي العربيه افضل من انهم يحطوا ويكي كيدز. لما نضبط عند البالغين نطلع على الصغار بعض التربيه. فرايك انت تظن ان وجود مشروع مستقل عن ويكيبيديا هذا سيضعف؟ نو، انا اظن العكس، العكس تماما، لان الكثره ليست دائما تعني البداعة. الكثره تعني كذلك عندها جانب ايجابي، كل شيء عنده ايجابي وسلبي، تعني التنويع. التنويع وجود ويكي كيدز، هناك ناس كثر حتى في المناقشات ما بين الزملاء قبل الاكسبوزيسيون كانوا مهتمين، هناك ناس يهتمون كثيرا بهذه الفئه، خاصه شريحه الاباء، وليس فقط شريحه الاباء يهتمون بان وجود هم عندما تسمع عندما اب يسمع هناك ويكي كيدز سيهتم، سوف ياتي ليبحث. لا ما اظن ان هناك اتعاب، اذا كنت مهتم بشيء فلن يتعبك. انا واحده اتكلم عن تجربتي، عندي كثير اهتمامات سواء الدراسه او العمل او الاطفال، بس تم وصلت السيجي مهم جدا، اعطيته من وقتي، ضحيت من وقتي حتى ان وقتي مملوء كله، بس اعطيته من وقتي لانه شفت فيه شيء مهم. اذا كان الشيء مهم سيلقى الاهتمام، هو اضافه لويكيبيديا عربيه، لن يضعف لويكيبيديا عربيه في رايي، سيكون اضافه وسيجلب مستخدمين جدد، شريحه جديده ستكون لديها. عندما تبحث وتجد موقع ويكي كيدز سيكون لديك الاهتمام لتعرف ماذا ستقدم لهذه الويكي كيدز. في رايي انا ليس هو اضافه وسيجلب مستخدمين جدد، وسيكون اضافه يعني ويكي اضافه لويكيبيديا عربيه ولن يضعفها حسب رايي. احترمه. يمكن ان نشارك برنامج ويكيبيديا للتعليم في المدارس في هذا المشروع. انا نزيد جواب نزيد نقول لك انه كيكون مشروع جديد ما راح يعقل ويكيبيديا العربيه، انه مثلا كان امهات راح يحضروا في ويكي كيدز باش يربيو اولادهم، وممكن هذا هو اهتمام كبير. تما قدر يكون ويكي كيدز تما مشروع يبداو فيه، مثلا يبداو في ويكي كيدز وبعد يشوفوا المقالات ويكي عربيه يقول لك المقالات لازم تتطور، يطورها في ويكي كيدز، يطورها في ويكي عربي، بعدين يرجعوا يغرسوا في ويكي كيدز. تما هذا كان شويه كونتريبيوشن مليحه للويكي عربيه، تما ماني نشوف فيها ملي راح تدير لها ستوب او حاجه كيما، تما هذه اضافه زايده للويكيبيديا العربيه والويكيبيات اللي غيرها تما باللغه الاخرى، تما هذا رايي. Yeah, sorry, this is a repeat. I'm wondering if you think that this would actually bring in different people who would normally not engage with Wikipedia. So parents, teachers, potentially more women, because women are very involved in their child's education. طبعا يعني لانه هيندمج جدا في الثقافه الهولنديه، مش كمان عربي فين
أحب يتفاعل بعد 4 سنين يعني موجود. أسرع. شكرا فايزة على المداخلة الرائعة. هو حاليا في بالفعل نسخة بدأت فيها بعض المشروعات، وهي ما بدأ به هو السويدش تشابتر ويكيبيديا سفيرج، وعملت عليه مديرة التعليم هناك سارة مورسل، هي المسؤولة عن المشروع هناك، بدأت بمشروع ويكيميني. ممكن تشوفوها هي على wikimini.org. وبدأت أيضا نسخة فرنسية من نفس المشروع، وهناك عدة طلبات بعدة لغات منها عربية. الذي تقدم باللغة بطلب اللغة العربية أنا بستخدم مصطفى غراد، مش عارف حد فيه يعرفه ولا لأ. بشكل عام هناك بالفعل يعني جهود تسعى في هذا الاتجاه، وهي جهود طيبة، وأنا بشكر الأستاذة فايزة على مداخلتها، وبتمنى إن احنا نتعاون في هذا الأمر، ويعني فريق التعليم في ويكيميديا سيكون سعيد بالتعاون في هذا الموضوع. شكرا لك. أهلا. مثل الكل يا فايزة، يعني شكرا جزيلا إنه في حد يفكر في مشاريع جديدة وهذه، بس حبيت نبه على شيء إنه ما أعرف إذا لاحظته أو لا. أعتقد إنه الشريحة الأكثر اهتماما بالطفل هي الأمهات، وهذا واضح حتى في ويكيبيديا، لأنه الشباب معظمهم إنه متخوفين أو كيف أو هذا، بينما الناس المتحمسين جدا الأم اللي هي مثلا تقضي وقت أكثر مع الطفل ومهمتها اللي هي تحسها مهمة سامية إنه تربي هذا الطفل بمعطيات تكنولوجية حديثة، وبنفس الوقت يعني تحاول ابنها يكون أو بنتها أذكى من الناس الباقين، يعني هذا واجب القومي لكل أم. فأعتقد إنه لو إن شاء الله يبدأ هذا المشروع عندك الدعم الأنثوي المطلق من كل المحررات، ونحاول بعدين شيئا فشيئا نستقطب الذكور. أنا أعتقد سبحان الله إنه هذيل بيكون الشريحة ال future generation ال ويكيبيديا adult ويكيبيديا، فإحنا تشجعناهم مثل ما أنتي تقولي من البداية. سبحان الله بتحصرين إنهم في ال future هم هذيل اللي إحنا بنقدر نعتمد عليهم with a long experience. هي صعبة، بس إنه مثل ما كان زياد يقول هي صعوبة شوي، وعندنا اللي هي layers of regulations اللي لازم نحن ننتبه ليها. الانترفيس تقولي لازم يكون فعلاً يكون مشجع ويكون مبسط ليهم. بالنسبة لموضوع الأدمن، يعني بس كنت حابة إن أنا أقوله إن الأدمن ممكن يكونوا mixed، إنه من the young generation وال old generation، حساس إن إحنا ما نفقد السيطرة على الموضوع، لأن فعلاً الشريحة حساسة، وفعلاً إن التعامل معها لازم يكون سليم 100%. Thank you. I'd like to talk about my experience as a teenager. I started at the age of 15 years old. And I think we should not underestimate children and teenagers. If you may, I would like to show you one of my articles that I wrote 3 years ago. And one that I am quite proud of. Saleh, the sister of the capital city, Rabat. And after I started to write about the history of Morocco in general, this is
the article of bombardment of Saline 1851 that I wrote 3 years ago, and which is today a good article, as you can see here. So I used to spend much time at libraries with ancient archives in Arabic, and as you see here, this is my grandfather that I discovered. I have to have his number. Which was the Pasha of the city in the 19th century. So as I told you, I used to have time in libraries with ancient archives. I made a scan of them in the commons. You can see them. So I discovered much things about my city and my own history of my family. I was really surprised. And that's to say that we have to count on children and on teenagers. We should not underestimate them. And if you you are kind of reticent about sources, you can see that there is many with pages that I read, that I had to read. And you can see here all the references and the books that I used to make my articles. At the age of 15, I'm 17, no. Some amazing 15-year-olds who can write featured articles, which is incredible. But a lot of the time, we have to think about matching the school assignment to the level of the student or user, as we call them. And I think Reem's presentation yesterday was a good example of there's a million ways you can contribute to Wikipedia. It can be group work. You can analyze an article. You can look at the sources. Are the sources good? You can, as a class, improve one article instead of translating or creating a featured article for each student. You can add pictures to commons of local places. So there's a lot of room for some smaller micro tasks on Wikipedia that can happen in an educational context. It's not all writing good featured articles. It's not translating necessarily all the time. It could be improving things or working in groups or thinking critically. So. But the question is whether they should do that on Wikipedia or on Wiki for kids. They should do it wherever they are comfortable to do it. I would encourage people to do it on Wikipedia if that's a platform that they're comfortable with. If there's a platform like WikiKids that is safer, that. It depends on the objective. Are you trying to teach kids wiki culture and wiki habits, or are you trying to improve a Wikipedia project? I think if you define your goals, you can decide where you should be doing your activities. And I think if you define your goals as creating a new generation of Wikipedians who are comfortable with wiki ways, then maybe having a safe place like WikiKids is good. But if your goal is developing a project like Arabic or French, then maybe you create those spaces on the main wikis. So I think it depends on the goal. هل
college, in the premier class, they will be very attractive. Because in this age, I want to speak here to understand. Yes. In this age, the children they have to discover. And envie pour découvrir. C'est ça. أكثر. Je pense I'll be أكثر in the premier class. The successful, they will be successful. Wiki kids, if we have present it to the premier class, because they have. Comment dire? Okay, in English. In English. Yes, desire to discover it. Okay, thank you.